صباح الخير شاهد، صباح الخير لنا مرة جديدة مشاهدين الكرام. الآن بدي أعطيكم فكرة عن الأحوال الجوية في محافظة العقبة. حقيقة زي ما راح تشاهدوا بعد قليل من خلال كاميرا التلفزيون الأردني، الأجواء تتميز بإثارة بعض الأغبرة في المناطق، خاصة المناطق الجبلية وقليلا على المناطق الساحلية الجنوبية. الغيوم الآن بدأت بالتشكل والقدوم نحو مدينة العقبة. من المتوقع لهذا المنخفض الجوي أن يبدأ بالدخول الساعة 12 بعد ظهر اليوم. جميع الأجهزة، جميع المختصين والمسؤولين عن حالة الطوارئ التي أعلنت في العقبة متواجدين في أماكن عملهم. حقيقة أيضا هنالك بعض التحذيرات التي قدمت للإخوة المواطنين، خاصة ممن أرسلوا أطفالهم اليوم إلى المدارس، بتوخي الحيطة والحذر، لأن هذا المنخفض يتميز بكثرة الأغبرة والأتربة وكميات المياه التي ستسقط على شكل زخات مطرية قوية. نحن سنبقى معكم من مختلف مواقع محافظة العقبة، سنتجه إلى القرى المحيطة، سنتجه إلى الأماكن التي تتشكل فيها السيول عادة، أيضا سنقوم بجولة على الشطوط البحرية لمدينة العقبة، خاصة في الشاطئ الجنوبي الذي عادة ما يتأثر بمثل هذه المنخفضات. نعم شاهد ولانا، إذا كان لكم أي استفسار حول الاستعدادات أو هذا المنخفض. يعطيك ألف عافية معن وشكرا لك. وأكيد شاهد بنرجع إحنا بنأكد على مشاهدينا إنه ما في داعي إنه نطلع نتحرك كتير من البيت، بعد شوي رح يشتد موضوع المنخفض، كل الأجهزة جاهزة ومستعدة كالعادة.